مسابقا شفت في صباح الخير عليكم، مرحبا بكم اينما كنتم. اهلا وسهلا في هذا الجو البارد من تطوان والجو المظلم كما كتشوفوا. طبعا اخترنا الموضوع كالعاده عوده الى ذهاب التلاميذ الى المؤسسات التعليميه في الظلام كما كتشوفوا متابعينا. الان في تطوان كاين انخفاض درجه الحراره، كاين واحد البرد القارس ومازال الدنيا مظلمه كما كتشوفوا. السيارات مازال شاعلين الاضواء ديالهم، للاسف ان هاد المسؤولين ما كيبغاش يهديهم الله انهم يشوفوا هذا الحال، رغم ان انتم كتشوفوا حتى الكليراج بوبليك ما كايناش، الاناره العموميه طبعا انها تطفات. هذا مشكل عويص اخر تتشك منه الساكنه مستبعينا كالعاده كما كنقولوا. هذه 8:15 دقيقه، يعني 8:15، الدنيا مظلمه مازال السيارات شاعلين الاضواء ديالهم، الضوء الاناره العموميه تطفات، البرد القارس تبان لي خارج داخل في 8:30، يعني وقريب حكم ان مدينه تطوان مدينه صغيره، يعني من وإلي عندك 10 دقائق 8 دقائق حتى 4 ساعة اللي بعيد على شي مؤسسة تعليمية يمكن له يوصل وليداته أو كذا. بالنسبة للترونسبور ما بالك المدن الكبرى مثل الدار البيضاء مستبعين، هذا مشكل كبير إضافة إلى القرى. دائما كنهضروا على الوسط الحضري وكنساو المناطق القروية. الله يحسن الأوان التلاميذ، الله يحسن الأوان المعلمين الأساتذة، لأن هذا مشكل. كاين اللي خصو يقطع الجبل، كاين اللي خصو يقطع الواد، كاين اللي خصو يتعلق بالشجر باش يمكن له يقطع يقري. هنا غادي نذكر بالمشكل ديال إقليم الشاون اللي مؤخرا كانت نقع واحد النهيار واحد الطوبو ديال الماء اللي هو عباره عن قنطره في دوار اماغوس، للاسف باقي ما تبناتش هذا الثوب وهذه القنطره. يعني مازال كاين الناس ديك الساعه عملنا الروبورتاج عملنا المباشر، الناس كتشكى كيقول لك الاساتذه طبعا ما عندوش مين يدوزو، ما كاينش غامر حياته يدوز في وسط الواد والبرد القارس. وحنا متابعين كنا حضرنا على حالات ديال الناس ورجل مسن ديال 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 90 سنه ديال 90 سنه ماشي في وسط الواد تيقطع. هذا مشكل كما كتشوفوا معنا الدنيا مظلمه الان متابعينا. طبعا الناس عانات الامرين ومازال كتعاني من هذا المشكل هذا، ونتمنوا صديقينا القائمين على مستوى الحكومه انهم ينظروا في هذه الفتره ديال الشتاء بالخصوص، يهضروا بعد الفتره ديال الشتاء بالخصوص. انتم كتشوفوا يعني مازال الدنيا مظلمه نسبيا، كاين ناس اللي خرج في 6:30، كاين ناس اللي خرج في 7 ديال الصباح. اذا 7 الصباح يعني تصوروا 7 الصباح مازال الظلمه، يعني الظلام الدامس متابعينا. هذا مشكل في الحقيقه التي تخلق واحد الضرر كبير في النفسيه ديال الاباء وحتى اولياء الاباء والتلاميذ عفوا. طبعا غادي نبقاو معكم دائما في هذا الصباح، احيانا كنديروا هذا المباشر باش ما نكثروش فيه، باش ما تسماش يعني يوميا الصباح على المباشر ديال الظلام، ولكن كالعاده كنذكروا على الله وعسى انهم هاد الناس هادو القائمين انهم يشوفوا شي حل في هذا الموضوع. طبعا متابعينا كيهمنا التعليقات ديالكم، المدن ديالكم كيفاش دايره الاجواء، واش مساعه كتخرجوا وليداتكم، وكيفاش كيكون كاين الجو فحال هكا مثلا في هذه الساعه ديال الضوء. هذه 8:15 كيكون فحال داكي، راه مازال كتحس بديك الضوء شويه تيبان كما كنقول لك. كاين الناس اللي كتخرج وليداتها في 7 الصباح، في 6:30، 7:15 مازال الظلمه. هنا هو مشكل ديال الاباء، كل واحد كيدي وليداتو للمدرسه خصو يرجع للعمل. اذا هذا مشكل كيتهضروا فايداش شكون سمعك. اوكي لالا نجات، والمهم لالا نجات طبعا هو اننا حنا نهضروا ماشي بدون فائده. الفائده هو انك تسمع المواطنين، الجهات المعنيه عندها بغات تسمعنا وتحس بينا وتحس بكم، راه ما حنا بالنسبه لنا اللي المهم هو حنا نهضروا بعدا، ما يكونش انا كان الصمت راه كيكون تواطؤ. هذا هو المشكل. لالا نجات تنشكرك لان اذا كان الصمت راه بحال ذاته تواطؤ، ولكن اذا الاعلام هضر المهم بعدا اضعف الايمان تيخلي السبيل ديالو. هذه مسؤوليه جسيمه على رجال الصحافه والاعلام اينما كانوا. لالا نجات اذا نتمناو نور الله ياخذ الحق. طبعا هذا هو اللي يمكن نقوله، لان الناس كتشكى في الحقيقه، كتشكى الاباء التلاميذ كلشي تيتشكى، لان البرد القارس وجود دابا تصور نطلب الله تكون امطار الخير، يعني تصوروا في هذه الفتره هذه ما كاينش الشتاء، يعني تصور كاين البرد وما كاينش الشتاء، كانت ديك الامطار الخير تبارك الله وديك الفيضانات وكذا مما حلوا من الاعراب هذا التوقيت هذا كذلك، والمعاناه الحقيقيه اللي كيعيشوها التلاميذ والاساتذه كذلك، لان هذا مشكل كيهمنا كاملين، ماشي بالضروره هذا التلميذ وكذا استاذ ولا اب ولا ام، ولكن ذاك يهمنا كاملين. طبعا المسؤولين عندهم الخدم والحشام والسيارات الفايره والكليماتيزور ما عاد يمكن له يحس لا بالبرد لا والو. السياره كتدخل من الكراج كيهبط في الاسانسور من فيلا الاسانسور حتى السياره ما عاد طاحل على نقطه شتاء ولا برد ولا ريح حتى كيوصل المؤسسه ديالو. المشكل هو ديال اولاد الشعب الفقراء مستفيدين للبرد القارس والغايس كيوصل في واحد الحاله يرثى لها. اذا نتمنوا صديقينا القائمين على هذه القضيه يشوفوا الحال، عيدا ما نطبلوا نغيطوا كما قالت لنا النجاس، ولكن نتمناو ان هذا الشيء يوصل ويتحل هذا المشكل في القريب العاجل، لان الفتره ديال الصباح
وغالي في الامر انه ما كاينش توحيد ديال التوقيت. كاين مؤسسه كدير 8 ونص، كاين اللي كدير 9، باقيين 9 3 كنقولوا 9 3 يعني كيكون صافي تجاوزتي هذا المشكل ديال الظلام وتجاوزتي، ولكن 8 ونص تكون في المؤسسه، كاين الناس اللي بعاد مناطق اللي بعيده. دابا كنهضرش على تطوان، لا تطوان رغم ذلك، رغم طبعا هو مشكل، ولكن في حد ذاته مقارنه مع المدن الاخرى والمناطق القرويه النائيه للاسف، ولكن 9 3 هذا هو التوقيت اللي كان غيكون مهم في كل المستويات وكل الاشخاص الفئات العمريه، لان 9 3 كافي، ولكن 7 ونص 7 والناس بعاد مثلا نهضروا على الدار البيضاء العاصمه الاقتصاديه، اللي كان كيقرا في واحد الحي ديبلاصا الحي الاخر والاب ديالو كيشتغل خصو يوصلوا ولا ما يوصلوش، يعني كاين بزاف ديال المشاكل اللي تعيش فيها الناس. على العموم نتمنوا متابعينا ان هذا المشكل هذا تكون وصلت الرساله للمسؤولين، ونتمنوا هذه قراوة خويا اوكي لله حميد. اذا نتمنى ومتابعين ان السلطات الألمانية تدخل وشوفوا الحل، ولو يكون حل استثنائي، يعني الفترة ديال كينخف فيها كيطيح بدا يطيح الظلام بكري، البرد الشتاء يعني البيريود ديال الليالي كما تنقولوا، من هنا مثلا من ديك شهر 11 من شهر 2 يكون التوقيت العادي. اذا الدوله عندها شي سياسه اخرى وشي اربعه اخرى ما عرفناش حنا شنو تيربحوا، شي تيقول لك تيربحوا الطاقه تيربحوا الضوء، ما عرفتش انا الضوء واش غادي يربحوا. لان على العموم هذا موضوع اخر كما كتشوفوا معنا دابا حنا هذه 28 10 ديال الدقائق تقريبا، ومازال يعني حتى ديك القوه ديال الضوء باش تقول لك النهار غيطلع بعجاله مازال، ما بالك الناس اللي خرجوا في الصباح بكري. الليل زوين والمسؤولين خايبين، بلاد زوينة عفوا، بلاد زوينة ومسؤولين خايبين. محمد الإدريسي مسعود الفيلاني. إذا متابعينا كما قلت كان معكم أحمد المعتكف كالعادة في هذا المباشر أولا، كان معكم أحمد المعتكف كالعادة في هذا البث المباشر الصباحي، وطرزنا نديرو في هذه الساعة ديال 8:15. إلى اللقاء في مباشر آخر بعد لحظات، إلى اللقاء.